السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهاردة، يا رب ينال اعجاب. بالله عليكم يا حبايبي، اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم من كل جديد. النهاردة والله يا حبايبي انا كنت في دمياط النهاردة بمحمد ابني، كلمته طبعا النهاردة في دمياط، فاخدت ورحت دمياط، مشيت الظهر حوالي الساعة 2 كده بعد ما خلصت شغل بيتي، اخدت ورحت للدكتور. ف بالنسبة لموضوع النظر، هو بيقول لي والله لسه ما اقدرش احكم على موضوع النظر ده، بس هي عينه يعني الحبايه بدأت تستقر مكانها، بس النظر ما فيش نظر لسه خالص، مش قادرين نحدد لسه، واللي لسه عينه طريه وعلى عد مع اسبوع العمليه، فلسه ما اقدرش اقرر اي حاجه. فالحمد لله اللي ربنا يبعته كويس. وبعد ما رحت دمياط وجيت، لقيت مصيبه تانية مستنياني في البيت. الحمد لله جيت لقيت جوزي شغال في شغله في الورشة، فهو شغال على الصاروخ بيقطع حديدة أو حاجة، فالصاروخ عدى على إيده، على صبع إيده الشمال، الصبع الصغير، فتحه له نصين، بهدله صبعه، هو مرضاش يخيطه، خاف من الخياطة، مرضاش يخيط صبعه. فجيت لقيت المنظر قدامي، اتغميت والله العظيم، يعني جاية تعبانة من مشواري، جيت لقيت منظر جوزي، اتغميت. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، مش عارفه يعني المصايب نازله ترف على دماغي ليه. فالحمد لله ده رضا من ربنا برضو علينا، ان ربنا فاكرني، ده كله افتكار من ربنا، افتكر ربنا رحمه علينا، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. فجيت عشان اقلب البيض، بعد ما عملت لولادي كلوا ودخلت عشان اقلب البيض، لقيت فيه خير طالع لي في الفقاسه. انا كنت طالعه الصبح ما كانش في حاجه بتفقسه، كان في بيض ناقر، ما كنتش عارفه ان هاجي طلع. فالحمد لله جيت لقيت البيض كله طالع. معلش يا حبيبي والله انا ملبوخه، من قادره اتكلم من اللي بيحصل لي، فالحمد لله على كل حال. فلقيت في فراخ طالعه في الفقاسه، فلما جيت اقلب البيض لقيت الكتاكيت طالعه، فجريت جري جبت التليفون وقلت اصور معاكم الخير اللي طالع، اي حاجه تهون على النفر الغلب اللي هو فيه. الحمد لله. فسموا يا حبيبي معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوا على سيدنا محمد على شفيعنا ونبينا يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي الخير طالع، ده الخير طالع معاكم اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين يا حبايبي، ابدا بستلم القشر دوت عشان اخد المكان للكتاكيت اللي ما طلعتش لسه، وعشان اللي طلع دوت ما يدخلش في القشرة. والله يا حبيبي ما كان لي مزاج اصور ولا اعمل اي حاجة، بس انا لقيت فيه بتاع كده كنت طالعة قلت اصور وياكم، قلت يمكن ده يهون عليا شوية. الحمد لله على كل حال، كل يجيب ربنا كويس، احنا راضيين بيه، نحمد ربنا على عطاياه. والله يا حبيبي انا بصور ومن قادر اتكلم، مش قادرة اتكلم من كتر اللي بيحصل. يلا الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله على كل حاجة، ما اقدرش اقول غير كده، كل يجيب ربنا حلو الحمد لله. لسه في بيض نقر اهو يا حبايبي، دي نقر اهي لو شايفينها، دي برضه نقر اهي لسه وملحقش يطلع كله، برضه ده برضه نقر اهي. ان شاء الله على الصبح كل البيض اللي فيه بذرة او فيه اجنة ان شاء الله على الصبح هيكون طالع اهو، برضه هو دماغي اهو اهو يا حبيبي. بتمنى من ربنا حتى الناس كلها تطلع ما تخسرش، لان اللي بيخسر ده والله بيزعلني. فان شاء الله اللي فاضل لسه ما نقرش على الصبح اذا اراد ربنا يكون نقر وطار. انا برضه في كتاكيت طالعه يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، برضه معاك كتاكيت طالعه هنا اهي، ده برضه لما القشر اهو. والله انا اهون عليا انني في امراض الدنيا كلها، بس ما يكونش حاجه في جوزي ولادي، لان مصيبه الجنب بتبقى كبيره قوي والله العظيم، فبتنفع
بتنكد عليا وبيزعلوني، والله ما بفهم اي حاجه، وموجوعين قدامي كده بيزعلوني جامد وبيتعبوني، بيتعبوني، انا ما بتحملش اشوفهم موجوعين قدامي. الحمد لله على كل اللي جيب ربنا، الحمد لله. يا حبايبي ده الخير اللي طلع معاكم النهارده، ده الرزق اللي جاني، الحمد لله على كل حال. مش عارفه لو في حاجه تانيه هنا ولا ايه، بس كل ده لسه مجاش ميعاده برضو. يا حبايبي كل ده لسه غوط جديد، لسه مجاش ميعاده، قدام منه فتره على ما يطلع، ده قدام منه اسبوع بالظبط البيض ده، ده من اسبوع ما عدتش بفر اي بيض، والله من اللاب خلاني فيها ما عدتش بفر اي بيض بيجيني خالص. والناس تقول احنا عايزين تشوف لنا البيض بتاعنا فيه قصر ولا فاضي، اقول لهم يا جماعه اللي ربنا يبعته ارضوا بيه، ان انا فاضي يفرز بيض ولا فاضي يعمل اي حاجه، اللي ربنا قاسم به ولا هيكون بقى. فهم قالوا خلاص مش مشكله، قلت لهم حتى البيض اللي هيطلع فاضي مش في الحر ده مش هيتاكل، ما تاكلوه ازاي يعني، في ناس بتاكله. اصل انا عن نفسي عامه اي بيض بيطلع عندي فرزه برميه، ما بعملوش لاي فطور حتى عندي في الصيف، لانه في الصيف مش مضمون. بسم الله ما شاء الله كده كانت حلوه وفايقه اهي، هسيبهم فقرات الفقاسه كده لما الصبح بقى لمهم. نرحب بمحمد بكره المنصوره، راح بجامعة المنصوره بكره، مطلوب له اشاعه على الشبكيه لان بعمل له ورق تبع الحكومه وكده، فمطلوب له بكره اشاعه على الشبكيه، انا كنت حاجزه بقالي فتره، فميعاد الحجز بكره، فاروح بكره ان شاء الله اعمل له الاشاعه، وهاجي بقى اوزع الطيور ده لكل واحد ايه حاجته، لان الصبح انا همشي من الساعه 6 لان ميعادي الساعه 8 في المنصوره، فلازم اطلع من البيت الساعه 6 عشان الحق الميعاد بتاعي، عشان لو اتاخرت مش هيدخلوني، لان كل واحد بيخش بالحجز بتاعه بالميعاد بتاعه. فالحمد لله على كل حال، ده الرزق اللي جاني يا حبايبي اهو، ده الخير اللي جاني، والحمد لله ربنا يزيد ويبارك يا رب. وزي ما انتم شايفين كده حضراتكم، بالله عليكم يا حبايبي اللايكات، اللايكات عشان ترفع مستوى الفيديو، ويا ريت تشجعوني، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. وكده يا حبايبي قلبي نكون وصلنا نهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.